هذا رافوت الجزء الثالث. كنا توقفنا عند قضية شباب بلوزداد والثلاث نقاط اللي حذفوها منها في المقابلة الأولى ضد أمل عين مليلة. توقفنا عندك سي كريم، قلت لي أنت مقبلة، قلت لي كاين يعني بعض القضايا اللي تشبه شوية قضية شباب بلوزداد. لا شوف، كي تطبق الصرامة لازم تطبق على كاع الفرق باحترامنا لكل الفرق يعني اللي نقدروهم، وانا راني رئيس نادي الهاوي يعني المفروض مش هنا نتكلم. معليش اسمح لي، اتصلنا بالسعيد عليق وقالنا باللي غدوه راح يكون يعني راح يكون كومونيكي دونك لادمينستراسيون دو سي ار بي دومان فا ان كومونيكي كي فا سورتير كي فا بارلي دو سيت افير. بون، كاين قضية باغ اكزومبل العام اللي فات تاع تلمسان مليلة مع تلمسان حاولهم يخلي 3 بوان ديفالكاسيون 3 بوان، يا ديفالكاسيون بعدا يا ريفيرمون دو سيتوياسيون. دونك هذا ماشي قران يعني، اون بوغ ايتيدي لو دوسي ونشوفوا الملف باللي يا اون فولونتي باللي ليكيب حبت تلعب باللي كانت فيه مومب دو لادمينستراسيون ميم سي نيتي با في لادمينستراسيون دو فوتبول، كان في السياسه ميجا باش يحاول يحل المشكل. كاين ظروف استثنائيه اللي صارت في فريق شباب بلوزداد في العام لي دو زانيير زاني، كو يا في بوكو دو بروبليم اي كو يا في اون فولونتي دو جوي دو ريسبكتي لو ريغلومون. ماتنو Quand vous retirez les licences et vous n'avez pas le droit de les retirer, vous les gardez, et il faut justifier. Allez, je couche mes canons, je dois bien les licences. خلي يلعبوا بلي زيسبور، عطي لي ليسونس لي زيسبور، عطي لي ليسونس رفيق. معليش انا تفضل، كيقول لك ترفض اللعب صافي دير بلي ليكيب عندها لي ليسونس وما يلعبوش مع الباتشا، بصح سير ما كاينش عندها لي ليسونس. هاد الفرق الانديه اللي بين قوسين تدعي انها محقوره كيما انتم كيما الحراش كيما القبه، كل خطره تذكروا يعني تتكلموا على اتحاد عنابه، راح نسمعوه جوستومون رئيس الاتحاديه راح يتكلم لنا على قضيه اتحاد عنابه. بني انا نحرم اتحاد عنابه من الاستخدامات على دفاتر من 2012 و2013، هذا الشيء غير مقبول. اما الشيء اللي انا متفق معك بان اتحاد عنابه لازم عليه يخلص اللاعبين هذو، لان علاش اللاعب لما مد الدفتر نتاعو الى سينيا كونطرا هو ماشي هو اللي لازم يفيريفي اسكو لو دوسي تاع اتحاد عنابه شرعي او غير شرعي، هو العبد مع اتحاد عنابه عنده عقد. ولهذا احنا اتفقنا مع السيد رئيس اتحاد عنابه وهو يعني كان موقعي وقال لك انا جو ريفيز با دو باي، بصح عنده الحق راه ورث مبلغ كبير قال لك لازم لي كيما نقولوا احنا اون نيشيونسي. وزياده على ذلك قال لك باللي كاين مام يعني دي دوكيومون كي سون ديتوني بار لي زونسيان اكسيونير نتاع الشركه هذه اللي كنا نتكلموا عليها، اللي عندهم دي دوكيومون جيستيفيكاتيف بلي سارتان جوار اون ايتي باي. دونك قال لك لازم يجيبوهم، ولهذا حبينا نديروا اجتماع مع والي ولايه عنابه واللي زاكسيونير القدم مع لي زاكسيونير الجدد، ونحاولوا كيفاش نعاودوا نلقاو كل الوثائق يعني راح تسمح باش نوضحوا هذه الوضعيه، لان سيتان بروبليم قديم قلت لك كي دور دوبي 2012، حنا نو زيريتون دو سيت سيتوياسيون ولازم علينا نحلوها نحاولوا نحلوها. كيما رانا حابين من اليوم نعاودوا نتكلموا مع الفرق اللي راهي تلعب في الهاوي باش نقول لهم اتونسيون الشركات تاعكم راهم دائما مسالين. ملاحظه دقيقه فقط، في اتحاد عنابه كاين اليوم فيه شركتين ولا شركه واحده برك باش نعرف وباش الجمهور يعرف؟ اسكو لونسيان الشركه القديمه تحلت يعني؟ ما تحلتش على بلون جوريديك، بصح الشركه القديمه لازم تفهم سي يوسف بان لو كلوب اماتور نيتي با اكسيونير، سي اون سوسيتي كوميرسيال كيما الشركه تاع نيمبورت كي. متفق مع اللي عارف هذا الشيء لازم تتحل سي اوزاك سو سي با لا فيدراسيون تتصفى باش المفروض تكون فيه شركه جديده اللي يراسها. كاين شركه جديده وتحمل نفس الاسم، هذا هو التناقض. هذا غير قانوني سي بور سا كو نو فولون. مي اليوم الشركه احنا اللي نستعرفوا بها سي لا سوسيتي بار اكسيون وين لو كلوب اماتور اي اكسيونير.
سي كريم انت ما راكش موافق خير الدين زتشي واش راه يقول لما تكلم قال راح يكون يعني راح يتلاقاو مع الوالي باش يوجدوا حلول وتكلم على ديون يعني قديمه اونتيريال 2012 انت تكلمت وقلت يعني حتى الديون تاعكم قديمه. احنا الديون تاعنا قديمه ومدى انا كنت حاب رئيس فيدراليه قلت اني حاب نحل المشكل مع شباب الوزداد ونتلاقى مع المسؤولين ونشوف كيفاش نحل المشكل. هذه هي لي بريزيدونت فيدراسيون سي لي ماناسيون دي كلوب. منين جا بريزيدونت فيدراسيون؟ جا من كان رئيس فريق ولا بريزيدون غدوه ماش راح يكون بريزيدون ولا ما يديرش النيه ما تكونش النيه تاع المساعده تاع لا فيدراسيون لا ليغ. لي كلوب هادو يا سي 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 بور سا كيا دي ليتيج سي بور سا كيا دي ميكونتونتمون سي بور سا كيا با كونت اون فوا كيا با اون فولونتي جو سي با سي اون فولونتي دو ريغلي او با. انت تلاقيت مع سي كريم؟ اين جوستومون حنا دوك قبل ما يجيو مدار شهر انا رحت عنده المكتب انا ومدير العام تاع مدار كي كانوا مشاكل تاع دوغنا في الدولة بروبليم مع لا فيديراسيون كيما باش مع لا ليغ ما فريناهاش رحت طلبت اللقاء معاه واستقبلني بوندون مرتو ساعتين مدة ساعتين واش نطلب منه يقول لي لا. قلت له اللاعب تاع تيام هذيك بعد 12 قال لي لا. قلت له تاع انا واش صرا في لافير تاع نقومو رحت رحنا باش نقول له احنا لافير تاع نقومو كاين شاك هاي جايه الشركه راح دوك تخلصهم. قال لي لا قال لي لازم عندكم يومين ما تخلصوهمش حنا نادي الهاوي رانا جينا. قال لي يومين ما تخلصوهمش يومين عندكم موان طروا. روح جرينا ولينا نروحو نطلبو جبنا شاك كي رحنا نحطو الشاك هذه غد مداك كي رحنا نحطو الشاك الكونطابل قال لك انا عندي جي دي زانستركسيون لازم تخلصوا ان غومو اودو عنده عامين قال لك لازم تخلصوا اودو. بصح البارح انا كنت عند قال لي اودو. قلت له شوف والله قلت له والله ما تشدش الشاك هذايا تاع غومو تاع اودو قلت له الشاك تاع نقومو انا ما نعرفوش هاولي هذا معليش انا جبنا لكم الشاك. قلت له انا نجيب لك شاك عطيني لاكوزي دي ريسيبسيون. والله قعدنا لا ماتيني كامل انا في التليفون عيط سكرتير جينيرال ويسنا دوك ريبونديك نعيط له في التليفون ما ريبونديش. انا دوك رئيس فريق لمن نعيط؟ نعيط رئيس الفيدراليه مع ما يخدم رئيس الفيدراليه ولا ما تجاوبش كاين مشكل عندنا نهار لا فيفا فا سانكسيوني لالجيري وانا نعيط له ما يرفدليش التليفون. تعرفوا شنو يغيظك الحال وتشوف باللي الامور هذه كي انت تعيط له في التليفون كاين مشكل وعلى باله باللي نعيط له على المشكل هذاك الكونطاب تاع لا فيديراسيون ما حبش يشد الشاك. عيب بريزيدونت فيديراسيون يرفض البريزيدونت كلوب ما يرفضش معليش ما يعيط لك. هذه وحده. دوزيام لافير الاولى لا نقومو اودو لا لافير تاع تيام تاع لي دو جوار لا تاع لي جون لي زيسبور باش يطريسون لا. قلت له اسمح لي يا سيد الرئيس. قلت له انا دوك هادو طلبت منك هذه لا ما لا واش معناتها كلش لا. قلت له ما لا احنا قعدنا ساعتين. قلت له اسمح لي انا فون دو موا انا ميتون فون دو موا مو جو ريسبكت با جو ريسبكت لا بيرسون ناس ملاح انسان طيب انسان متواضع وليد فاميليا بصح بريزيدون فيديراسيون موا بيرسونيل موا انا ما جو ريسبكت با. في نفس الاطار مبدئيا زتشي يعني رئيس الاتحاد عنده الحق. اتحاد عنابة لازم يخلص شركه ثانيه ثالثه الفيفا لا تعترف باللي يعني ما يهمش يعني ستاتيو جريديك تاع في بلادك. المهم انه الفريق اللي كان يلعب في الشامبيونه يحمل نفس اسمه الوان اتحاد عنابة عنده ديون. اذا تقول باللي الشركه اللي فاتت الكلوب اماتور ما كانش فيها سي لافيدير الكلوب اماتور هو الملك الحقيقي لاتحاد عنابة وخمس سنين ما بانش يعاود يولي الولائي شركه جديده لازم تولي من الولايه. ولكن الحاجه الغريبه انه زعيم رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم جا لا فيديراسيون نهار اللي كان الاجل الاول تاع 5 نوفمبر جا لو 4 وتكلم مع زوتشي ودار تصريح لقناه الفاف وفي موقع الفاف كتبوه يقول رئيس الاتحاديه سمعوا بها حقه يعني يدافع على الفريق تاعو لا يدافع يا حبو خليني نكمل لك الجمله. نعم تفضل. كان جاي لافي تاع اخر اجل اللي خداته اللي خداه نورغان جيريديكسيونال هي لجنه الانضباط قالت له لو 5 تخلص جا لو 4 البيرو فيديرال وتكلم في السيت تاع لا فيديراسيون بالميكرو تاع لا فاف تي في يقول لهم غدو يخلص الديلي اللي عطاته لي لجنه الانضباط ولكن رئيس الاتحاديه ما راسوري وقال لي عندك 6 شهور
وقال لي في الميركاتو فان تقدر تريكريتي وعادي ونشكروه. انا كي شفتو لا سيت لافيدراسيون جيتي فريمون شوكي، كنت نسنى نديمونتي، ما داروش ديمونتي عادي. بعد ايام كي هضروا على فيفا سيركولير وكلش عاود ولات قال لك لا لازم يخلص، عطاو له نوتر ديلي كوميسيون يعني ان اورجانيزي كوميسيون ديسيبلين، زادت له واحد يمكن زاد دو جور لوجيكمون تطبق القرار. كي تلحق كوميسيون ديسيبلين سي ار ال والناس شكاو وما خلصوش يا رايحه وجابوا ليكيب وعطوها مهله باش تلحق ديفالكاسيون دو بوان. في النهايه كي خلصت كامل واش داروا؟ عاودوا ردوها لا سي ار ال. سيجي جامي في سيجي جامي في. ثانيا حمو نقول لك لماذا لم يتم حجز اجازات اتحاد عنابه؟ عندهم نفس المشكل مع القبه ومع الحراش ومع البيضاء مع السي ار بي، سي دي دا تاع دي جوار. وباي حق انت تروح للوالي وتتدخل في شؤون نادي تحلو انت لا فيديراسيون؟ انت واش دخلك تروح للوالي تحلو ولا ما تحلوش؟ روح 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 الوالي تاع الجي هضر له على القبه والسي ار بي، وروح البليده هضر على بليده. بوركوا لي دو بوي دو ميزور؟ وعلاش هذا اللف والدوران وعنابه مازال تلعب؟ معليش ضد اتحاد عنابه ولكن لازم تعدل. علاش هذا تنحيلو لي بوا وهذاك تجيب بنا الوقت المسلسل؟ راه ديري اليوم ديري غدوه بيرو فيديرال عطاو له سي موا ريتيرو له سي موا روح لا فيفا واليوم لو كلوب يلعبوا بتاتا ويريكريتي سي با نورمال. شكرا. باش نغولوا عندنا بزاف المواضيع، راح نتنقلوا راح نتكلموا على فقره جديده. مازلنا في الحدث، راح نتكلموا على نوادي الجنوب اللي راح يكون غدوه ان شاء الله اجتماع في النعامه في ولايه النعامه. راح نسمعوا سي بدر الدين العوفي رئيس فريق نادي بشار جديد راح يتكلم على يعني راح يطالب هما يطالبوا ب بان شامبيون يعني بطوله. نسمعوه رابطه عفوا نسمعوه ونعاودوا نقولوا. انا غادي نوجه رساله الى المكتب الفيدرالي والى رئيس الفيدراليه السيد خير الدين زطشي وعليه ان الامور ما راهاش ماشيه مليح. اذا حنا نطالبوا من رئيس الاتحاديه والمكتب الفيدرالي مشروع اللي هو القسم الوطني الثاني هوات. حنا لما درنا باش نجامعوا كنا دايرين نهار الاحد، ولكن اجل يوم الثلاثاء بسبب فاكس جا من الاتحاديه اللي كسر المجموعه نتاع الانديه تاع القسم الجهوي اللي راه طالب بالقسم الوطني الثاني لان المكتب الفيدرالي وعدنا. اذا حنا ما نقول لكم الا كنديروا الشرعيه حنا نطلبوا تطبيق قوانين، وتطبيق قوانين هي القسم الوطني الثاني هوات. هذا مطلب شرعي. الا ما كانش قسم وطني ثاني هوات غادي يكون فيه شلل رياضي ونتوقفوا من ممارسه الرياضه. اذا ارجاع حق الجنوب اللي هو القسم الوطني الثاني هوات كما تفهمنا عليه منذ البدايه. هذا هو المشروع نتاعنا. المشروع الثاني اللي هو مدرسه اللي هو سونتر فورماسيون مركز تدريب مثل اللي استفدوا منه كل المناطق الوطن. اذا هذا عندنا احنا امرين، والدعم والاعتناء بالجنوب. إذن احنا الكلام تاعنا واضح وضوح الشمس. الرسالة تاعنا هو تثبيت القوانين، هذا واش عندنا، ومن بعد نمشيو للشرعية. إلا ما كانش فيه القسم البروجي تاع القسم الوطني الثاني هو احنا في مسخرة. إذن احنا إيقاف هذه المهزلة وهو إرجاع الحق وتطبيق قوانين وإنصاف مثل الفرق الشمال مثل الجهات. إذن خصها يكون فيه إنصاف. إلا ما كانش فيه إنصاف غادي يكون فيه كلام واحد آخر. إذا كان تصريح في ميكروفون زميلنا مصطفى ياسر. نتوجه لك سي رضا، الجنوب عنده حق باش يكون عنده يعني بطولة وتكون عنده يعني اون ليغ ليها؟ سي لا ليغ دو سود ويست، لا ليغ دو سي اون ليغ كي ايتي ان سوميي بوندون 7 ans et que nous avons réactivé justement dans le cadre du symposium. مشينا لتما وانا انستالي ان ديريكتوار كي ا كومونسي ا ترافايي اي كي افي بور ميسيون دونك دو اي 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 اون كونستيتيسيون دو غروب بور ديمينوي لي ديستانس باسكو لي كلوب دو سود نون با اون كان ميم اون سارتان سبيسيفيسيتي سي با لا ميم شوز. يا دي كلوب كي فون دي ديبلاسمون دو 1200 كيلومتر براتيكمون شاك سيمين 1200 كي ولو. دونك on les a autorisés à faire des groupes. On avait participé à une réunion. D'ailleurs, la réunion, elle s'est déroulée fait Béchar. Il y a une réunion qui s'est déroulée fait Sidi Moussa. Et on a installé donc un directoire avec la mission de faire un championnat avec, avec un système de play-off. Qui est rejeté.
عندهم تفضل تفضل سي سكون افي ديسيدي افيك سور بلاس داكور اي لا ميسيون لوتر ميسيون سيتي كيل باس à l'élection d'un bureau le plus rapidement possible. Donc, le temps leur a été donné et je pense qu'aujourd'hui, la fédération va demander à ce que la décision aidée, elle soit appliquée. Et après... Exactement, on a 5 wilayats. Le Bayad, Ndama, Tindouf, Adrar ou Bichar, c'est ça. كيفاش هذا السيستم باش نقصوا بالمسافات يعني باش الشامبيونا يصرا نورمال اسكو يلعبوا كل ولايه وحدها ولا جو سي با كومون يعني سيستم بلاي اوف لا لا البلاي اوف جو سي لي ولكن ديورو لا سيزون يعني باش نقصوا عليهم لو ديبلاسمون سي سا سي سا واش هو السيستم اللي اقترحتوه يعني سي تا كونستيتيسيون دو جروب بي افوار دو جروب سما رضا يا كات جروب اللي راهو مرفوض الان ها il est refusé il est rejeté il est refusé il est refusé à jouer la compétition elle a été déclenchée donc bon, aujourd'hui il y a un problème mais moi يقولوا بلي كاين الواحد ما ضنش لا تسمع نشوف تصريح شويه الاخر باسكو اليوم ولات عاده يسمح لي الاخ باللي لي مناص هذوما ما والله ما يدوش بعيد صادير يفو مناصي بور يعني بور افوار غاند كوز هذه اللي ماشي مي هو باش دارها ولا سمحت حمو باش دارها شك شاف باللي دوتر بيرسون اللي لون فيه ولحقوا البيت تاعهم سي فري كو ماشي هذه ديال السرقه باش تلحق شوف سي ا بو بري لو ميم بروبليم سي اون ليغ ريجيونال لا ليغ دو سود ويست كي ايتي ان سومي بوندون 7 ans صح علاش رضا قعدت هذه 7 سنين جو سي با دي كلوب اون اريتي دو جوي دي كلوب اون ايتي راتاشي ان لوت ليغ ريجيونال كي هي سيل دو سعيده داكور حنا اون ا رياكتيفي سيت ليغ قال يا جماعه نو سا نوز انتريس با كي اون ليغ ريجيونال اون سومي مي سي دو جامي فيو الكلوب تاع لا ليغ ريجيونال منا بشار راتاشي على سعيده سي با نورمال دونك اون ا ايسيي دو ريابيليتي سيت ليغ اون سي ديبلاسي بشار اون في اون ريونيون افيك لي جون تما افيك لي كلوب كي تي ريبريزونتي اي اون لار دوموندي دابور اون ا انستالي ان ديريكتوار اون ايتي انسامبل تو لي ديريجون ايتي بريزون À part une ligue, je ne sais pas, qui n'avait pas réussi à joindre à le lieu de rendez-vous où il y avait la réunion. Donc, on leur a donné. On a assisté à la constitution des groupes. On leur a défini la mission de Tahom. Est-ce que quand les présidents de club ou la Tahom Oui. Il y avait des présidents de club, il y avait les présidents de ligue. Et ils étaient présents à la fin de la réunion à Béchar. Et puis, la mission de Tahom a été claire. On remet en place les groupes, gagne les groupes, Hadi. Donc, on a assisté à la constitution des groupes et c'est eux-mêmes qui ont décidé. Mais nous, Hadi, le raïs, je ne me rappelle pas s'il est. Ça remonte à peu près à 5-6 mois, à peu près. Je me rappelle pas. Bon, il y avait du monde, il y avait une trentaine de personnes, à peu près. Donc, on a été très clair avec eux. Gal, vous reconstituez. Gal, pour éviter les longs déplacements, Gal, vous faites des groupes. Donc, les groupes ont été constitués devant nous. Telle équipe dans cette région, telle équipe dans cette région, telle équipe. Et puis, Gal, Yaoudi, vous commencez. Et puis, ils ont eu gain de cause. Pourquoi ? Parce que même les frais d'engagement de Tahom ont été pris en charge par le DGS. Il a accepté le DGS. Les autres ligues de Wilaya, les instructions ont été données pour que ce soit la même chose. Donc, les distances ont été réduites, ce qui a été demandé au symposium, par la constitution de groupe. La ligue a été réactivée, donc, et on a demandé à ce que, on avait fixé un délai, je ne me rappelle plus si c'était 3 ou 4 mois, que le directoire travaille, puis après, il passe à l'élection du bureau. Donc, je pense qu'on est arrivé à la phase de l'élection. Maintenant, s'il y a d'autres problèmes, moi, je ne suis pas au courant. Moi, je pense que les gens de la fédération sont plus au courant. Je vous dis, moi, symposium, ce qu'on a fait. On est parti, on a réactivé la Ligue, on a constitué des groupes pour qu'il n'y ait pas de grande distance. Les frais d'engagement ont été pris en charge. Et pour nous, le problème, un directoire a commencé à gérer cette Ligue, avec même la promesse du Wali de lui donner un local rapidement. Enfin, je pense que ça a été le cas. Et donc, pour nous, les choses se déroulent normalement. Aujourd'hui, s'il y a un problème, demandez de Fédération ou à Djanoub. Je ne sais pas. كيفاش فاش هو قال ديفيزيون دو اماتور ديفيزيون دو اماتور ليش السود
حنا on a dit constitution d'un groupe, ne brûlez pas les étapes, on récupère les clubs, on fait des groupes et tout, allez doucement, il faut pas essayer de mettre les gens devant le fait accompli. On avait établi la feuille de route avec eux. Sur place. Jamais. On avait assisté à la constitution des groupes. Telle équipe de telle wilaya, de telle région, quel groupe, ok. Est-ce ne pas deuxième division amateur sud, personne, on a réactivé la ligue, on a installé un bureau provisoire avec la mission de gérer le départ, puis après de passer aux élections. Et voilà la feuille de route. Là, on va réactiver la pub. Yalla. Et ça. Yalla.